راح اتحدث عن نتائجه، ولكن هنا هجمه محاوله هدف اول لصالح المنتخب الياباني. خطأ في الكرة الماضية وهدف اول لليابان. شوف الكرة الماضية، معلش يا عدنان، اتمنى بان لا تؤثر هذه الكرة ولا يؤثر هذا الهدف على معنويات شباب الابيض. حاول ان يبعدها ولكن الابعاد لم يكن بالشكل المطلوب. معلش يا عدنان، ما تأثر ما تأثر يا شباب. عمر عبد الرحمن على تنفيذ الخطا، كره بتلعب عرضيه اي مرضيه، والسلام الكبار كعاداتهم. لا يتاخرون، ليس على حساب الابيض يا يابان، ليس على حساب الابطال يا ساموراي. برافو يا احمد خليل، برافو يا احمد خليل، عدلها الابيض، عدلوها الابطال، عدلوها الرجال، عدلوها شباب الامارات. شوف الكرة العرضية والمتابعة من احمد خليل. واحد وواحد وعيني عليكم باردة يا شباب، واحد وواحد. اللعب في الطرف الايسر لصالح المنتخب الياباني. يا الله، ما الذي يحدث في هذه المباراة؟ ما الذي يحدث في هذا اللقاء؟ أخطاء أخطاء.